السلام عليكم يا جماعة. الموضوع بتاع دلوقتي عن فيلم يا جماعة لمنى زكي، فضيحة بمعنى فضيحة متصدرة الترند. فضيحة منى زكي وهي بتغير ملابسها الداخلية على الكاميرا او قدام الكاميرا. نطلع بقى نتكلم ونلاقي بقى ايه اشكال داخلة الدافع، الدافع على ايه. دي ممثلة مصرية، والتعليقات من امبارح شتيمة وسبب الاب والام وكل حاجة، كل اللي في دماغكم من شتيمة اتقال منى زكي واحمد حلمي. انا كنت بحسبها محترم على فكرة، وكنت بحب احمد حلمي، دلوقتي انا ما بحبش اي ممثل، مش ما فيش اي ممثل هحبه بعد كده. بعد اللي حصل ان في فيلم اسمه اصحاب ولا اعز، ده بطولة منى زكي، منتجة نتفليكس. الفيلم ده بقى اللي متصدر الترند والناس كلها بتتكلم وبتنتقده، ومحامين اتحركت ورفعوا قواضي على الفنانين اللي اشتغلوا في الفيلم، والمتابعين برضو ادوهم من المنقي يا خيار، وده حاجة تفرح ان محدش بيشجع حاجة زي كده. الفيلم بيتكلم اولا عن المثلية الجنسية يا جماعة، ثانيا ان منى زكي طالعة تغير ملابسها الداخلية قدام الكاميرا، ثالثا بيتكلم ان مجموعة اصحاب كله بيخون في كله، رابعا كلام مقزز، مشاهد مقززة، مشاهد جريئة من منى زكي، حاجات والله بجد انا ما كنتش اتخيل ان هي ممكن تعمل حاجة زي كده. هو كله وسط زبالة، بينه وبينكم يعني كله وسط زبالة، بس لما توصل كده يبقى لا تعليق. لما نطلع نشجع حاجة زي كده، ونطلع نشجع الخيانة، ونطلع نقلع ملابسنا قدام الكاميرا، يبقى على الدنيا السلامة. انتم ما عندكمش مبادئ يا ممثلين، يا اللي كل ممثل ليه اسمه في المجتمع، ما عندكمش مبادئ. احنا لسه عندنا مبادئ ومتمسكين بيها، وان شاء الله تتحبسوا والفيلم هيتوقف، وان شاء الله كل حد ساهم في الفيلم ده يتحبس، عشان كده زاد عن حده بجد. حاجه زي كده المفروض ما تتعرضش. انتم بتصدروا للشباب الصغار كده بلاوي سودا، منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.